على بركة الله مشاهدي الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر. ينطلق في هذه اللحظات الشوط 19 في المجموع والمخصص للبكار، شوط ما قبل الختام. نبدأ مع الصدارة، مع الطامي حمد بن سالم بن علي العرياني، من يتصدر هذه الأسماء وهذه الشعارات النقلة مع ثاني الأسماء الدانة الدليل بن محمد بن محنة العامري، يقدم الدانة بالمركز الثاني. المركز الثالث الحضور والقدوم من الرقم واحد الشامخة جاسم بن محمد بن مبارك السعدي، وصل مع الشامخة بثالث الاسماء ورابع الاسماء سمحة عبد الله بن عيضة بن عبدات الكثيري في رابع الاسماء، وخامس الاسماء محبوبة قادمة احياء بن مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي في خامس، في رابع الاسماء وخامس الاسماء انجاز محمد بن عبد الله بن عامر المشايخي قادم في خامس الاسماء، وسادس الاسماء الصمود لسلطان بن علي بن سالم بن رشيد بن رشيد الاكتبي في سادس الاسماء، وسابع الاسماء الوثبة حمدان بن محمد بن مبارك العفاري ومن الاسماء. شوف الحضور من شعار بالركاض مع أمسية القادمة والحاضرة الصمود، وشوف شوف التسلل، وشوف القدوم من انجاز محمد بن عبد الله بن عامر المشايخي، والوصل بي لسعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري في ثامن الاسماء، وتوسع الاسماء. يحيي شعارات قادمة، يحيي اسماء قادمة، قطنة قادمة للشيخ ذياب بن محمد بن ركاض العامري في توسع الاسماء، وعاشر الاسماء الماردية لسعيد بن بيثام خلفون الشامزي. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الاولى المنطلقة، ولكن العودة مع الطامي، الطامي لحمد بن سالم بن علي العرياني، يقدم الطامي ودخل اجواء الكيلومتر الاخير الخطير. يا متابعين يا مضمرين، وصلت بيا سعيد بن سالم بن عامر العامري غادم مع بيا، وثالث الاسماء القادمه والحاضره الوثبه حمدان بن محمد المبارك العفاري، وانجاز قادمه مع المشايخي محمد بن عبد الله بن عامر المشايخي، وشعار جاسم بن محمد المبارك السعدي مع الشامخه في خامس الاسماء، وشعار بن دري قادم مع مدن احمد بن راشد غانم المنصوري وبن نعيف، ولكن الطامي في البداية راح العرياني، اتحركت الاسماء قطنا بيا سعيد بن سالم بن عامر العامري، والوثبة حمدان بن محمد بن مبارك الحفوري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بيا سعيد بن سالم بن عامر العامري راح يا ابو سالم، اسعدت صباحا بالفوز بالناموس مع بيا سعيد بن سالم بن عامر العامري. تهانينا، والناموس المركز الثاني طامي لحمد بن سالم بن علي العرياني، وثالث الاسماء الوثب لحمدان بن محمد بن مبارك العفاري، ورابع الاسماء شعار جاسم بن رقم واحد الشامخ لجاسم بن محمد بن مبارك السعدي، وخامس الاسماء
رقم 2 انجاز لمحمد بن عبد الله بن عامر المشايخي. هكذا هي النتيجة والتوقيت الزمني لهذا الشوط 4:33 ثانية. تهانينا والناموس لمالك بيه سعيد بن سالم بن عامر العامري.